في إطار منظومة التطوير الشامل في الخدمات الجماهيرية، توسعت وزارة الداخلية في إصدار تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بالخارج بكافة دول العالم عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بعد أن كانت تقتصر على عدد 12 دولة. شهدت آليات استخراج تصاريح العمل بوزارة الداخلية تطوراً كبيراً وتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالإضافة إلى إتاحة تجديد تصاريح العمل عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، استحدثت الوزارة خدمة جديدة للمصريين العاملين بالخارج لأول مرة، وهي استخراج تصاريح العمل لهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث بدأت الخدمة للعاملين ب12 دولة كمرحلة أولى، وتم التوسع فيها حالياً لتشمل المصريين العاملين بكل الدول من خلال خطوات ميسرة محددة، مع إرسال التصريح لطالبه على العنوان المحدد عبر البريد المصري. أو إرساله للطالب الخدمة على هاتفه المحمول من خلال خاصية QR كود، وبما يحافظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج. بقت كل حاجة عن طريق الويب سايت، فما بقتش محتاجة المجهود ان الواحد ينزل ووقت يضيع، لا وانت قاعد مرتاح خالص، يعني تخلص وتيجي لحد عندك يعني. وقد اتاحت الوزارة استلام تصاريح العمل بنظام QR كود، وهي استلام التصاريح على الهواتف المحمولة دون الحاجة للتوجه لمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل أو فروعها الجغرافية لاستلامه، سواء كان التقديم في الإدارة أو على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وهو ما يوفر على طالب الخدمة عناء الانتقال أو حمل تصاريح ورقية، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. كارت معايا على التليفون أو ممكن أطبعه أخرج بيه أتحرك بيه، أحسن من إني أجي وأرجع أطلع التصريح نفسه معايا وكده، بقى الموضوع بيبقى أسهل يعني. عند توجه المواطن لمنافذ السفر لمغادرة البلاد، يمكنه إبراز تصريح العمل المرسل إليه عبر خاصية QR كود. في الوقت ذاته يكون قد تم اختار كافة منافذ السفر المصرية بالتصريح. بيجي لي QR كود برجع بيه وانا داخل الجوازات، مجرد بس بيبص على QR كود الموضوع خلاص، فالموضوع ما بقاش محتاج ان انا اروح مشوار عشان اقدم ورق وبعد كده ارجع تاني اروح عشان استلم. سبع واربعون وحدة لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية، ومقر الإدارة بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة تقدم خدمة استخراج تصاريح العمل بشكل حضاري وميسر، إضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. إحنا بالضبط دخلنا يعني الجولف كار اللي أخدتنا من برة، وصلنا لهنا دخلنا، التعليمات واضحة، ادخلوا شباك كذا، اعملوا كذا، الرسالة هتجيلكوا كذا، كانت الأمور كلها واضحة تماما صراحة، ويعني هي حاجة تسعدنا. أنا مبسوطة جدا إني جيت هنا وما خدتش 3 دقايق وكنت مخلصة كل حاجة. هذا التطوير الشامل الذي تشهده تصاريح العمل يؤكد على نهج وزارة الداخلية المتواصل في التطوير والتحديث لتلبية تطلعات المواطنين في خدمة أمنية متطورة في الجمهورية الجديدة. تطور كبير تشهده خدمات استخراج وتجديد تصاريح العمل بإنشاء مقر جديد للإدارة العامة لتصاريح العمل والتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وهو ما يتوافق مع منظومة الخدمات الجماهيرية المتطورة التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة ميسرة وحضارية للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.